قال يا سلامي على كل شيخ ما تنام عينه لوضع وتسامح دوب مفتوح بابه. ينقد الحق والباطل بشرعه ودينه يفحص الهرج ويشوف الخطا من صوابه. المشاكل يبتها باحكام زينه يحلها ما يخليها تصل للنيابه. يحلها بالتفاهم والهدوء والسكينه بحكم او صلح كل موضوع ينهي سبابه. يعتبر شيخ من اهل العقول الرزينه القبيله جميعا بات قفل اجنابه. والذي ما يسدد مشكله سد عينه حرام يطلع مقدم طائله على اصحابه.